السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرد من قناة سامي اف. واحد من المتابعين سأل انه يبغي يتحكم في التريمولو، يبغي يعمل التريمولو حق صوت القانون والعود على تحت بالجويستيك، مش على فوق ولا على يمين ولا على يسار. انت كيف تتحكم تحول التريمولو على فوق وعلى تحت وعلى يمين وعلى يسار؟ تروح على المنيو او انك هني تحت في الشاشة بتلقى شيء اسمه اللايف كنترول. اللايف كنترول لاحظ هذه خاصة بالجويستيك، تقدر تنتقل لها بعد عن طريق المنيو. تروح وين؟ بيج رقم واحد، هذه لايف كنترول. لاحظ معي تطلع لك الصفحة هاي. لاحظ الحين الجويستيك هنا عندك أربعة، اكس اكس واي واي، اكس ناقص اكس زايد، واي ناقص واي، كل مجموعة بصوب واحد من الجويستيك. لاحظ الحين انت في اكس 1 عاطنك انك انت هاي كل الحين بتتحكم فيها هني حق الجويستيك بيكون على اليسار. لاحظ معي لما تروح على اكس زايد الثانية، لاحظ هني اختلف معناته الجويستيك على اليمين. نفس الشيء تروح على واي ناقص تحت راح لك على تحت. الاخ يقول يبغى يحمل التريمولو، انه يعمل تريمولو للجيتار، للقصدي اسف للعود والقانون تحت. تروح بالطريقه هاي تختار الواي ناقص، اشتغل معاك هني. شوف لاحظ انت الحين راح تغير كل تريمولو على السهم اللي تحت. تختار رقم واحد، تطلع لك الاشياء الفرعيه الرئيسيه ومعاه خدمات فرعيه. انت تي عند الفويس لانك انت تبغي تعمل القانون او العود بالتريمولو. لاحظ معي هني الخدمات اللي هي الفرعيه، تختار مودولوشن زايد، لا تختار ناقص، الناقص ما يعطيك اللي هو التريمولو، اختار مودولوشن زايد. لاحظ معي بعد ما تختاره تطلع تعمل كلوز مودولوشن، شوف على جويستيك تحت. لاحظ معي الحين هذا العود، لاحظ معي الحين لما نزل الجويستيك، شوف شوف لاحظ معي، لازم تختار المودولوشن زايد. تقدر تطبق هاي العملية، تختار مثلا شوف لاحظ اذا اخترت الحين واي زايد تحول اللي هو واي زايد، شوف تحول معاك فوق. تختار الاكس يمين، تقدر تعمل المودولوشن على اليمين، حد ناس تساعدهم المودولوشن على اليمين، شوف ناس تحب تلعب على اليمين. تروح نفس الشيء اكس زايد، تروح على ريليز فوق فويس، تختار مودولوشن زايد. لاحظ معي الحين راح اعمل معاك، شوف الحين راح اطلع شوف على الزايد تحت. بهاي الطريقة انك انت تقدر تتحكم في التريمولو، تعمله على حسب استخدام الشخص، كان يبقى فوق الجويستيك تحت يمين يسار. وشكرا.